دلوقتي احنا عندنا مرحلة المراهقة دي من اصعب المراحل بصراحة اللي بتمر في البيوت، وبتبقى الام اصلا يعني لو هي لوحدها بتبقى شايفة صعوبة كبيرة انها تحتوي الولاد، خصوصا لو عندها واحد واثنين وثلاثة وكلهم في نفس المرحلة دي. في الوقت ده ممكن تلاقيهم رافضين، ماما انتي مش هتتجوزي واحد غير بابا، انا مش متقبل الفكرة، وانا مش محتاج اصلا اب، خلاص انا مرتاح معاكي كده ومرتاح في عيشتنا كده، ورافض تماما فكرة ان ماما تتجوز اي حد غير بابا، سواء بابا عايش وهما مطلقين او بابا متوفي. فكرة بقى بتاعت المراهق دي انا اقنعه ازاي، لان في صعوبة كبيرة في اقناعه. والله موضوع المراهقين مطروحة هي عم تسبب مشكلة للأب والأم لما يكونوا مش مطلقين أصلا. أحيانا يختلفوا مع المراهقين على بعض النقاط بعض السلوكيات، لكن بهذه الحالة المراهق تجلس معه أمه أولا، أنت رافض، أنا ماني متجوزته مشان أجيب لك أنا أب، أنا بدي أجيب زوج إلي ولدي حاجة نفسية وحاجة فكرية وحاجة عاطفية وحاجة جسمانية، ولدي كل هذه الحاجات، وبالتالي أنا تزوجت أولاً من أجلي، لكن وجودكم أنت كأطفال سنعتني فيكم، سنهتم فيكم، سنتابع. فالحاجة حاجة الأم أصلاً وليست حاجة الأطفال، يعني قليل جداً من الأمهات المطلقات أو الأرامل ربما اللي تملك أطفال، وأنا بدي أتزوج زوج جديد مشان يعتني بأطفالي. طيب. المطروح موضوع آخر، مطروح أنا لدي احتياجات عاطفية ونفسية وجسمية بدي أتزوج، لكن سأحرص على أن لا يؤذى أطفالي، وبالتالي عملية إقناع. نرجع نتناقش بالتفصيل في النقطة دي ونشوف الأم تدرج الأمر ده إزاي مع الابن المراهق، ولكن هطلع مع حضرتك مع كل مشاهدينا الفاصل القصير ونرجع نكمل فقرتنا. بنجدد تحية بحضراتكم مرة تانية ونرجع لضيفنا الكريم في الاستوديو. كنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل يا دكتور محمود عن مرحلة المراهقة وصعوبتها في الوضع الطبيعي العادي، فما بالك بقى لما يبقى في وضع جديد وغريب شوية على البيت ان الام هتتجوز، فيجي المراهق لا انا مش متقبل حاجة زي كده، سواء بقى غيران، سواء هو مش متقبل، سواء هو مش في احتياج لاب، فالام بتبقى مش عارفة تقنعه ازاي. في الوقت ده الام تعمل ايه عشان تقنع المراهق بثورته العارمة دي بوجود زوج ليها؟ أول شيء هي لازم تكون مقتنعة ومقتنعة جدا لتستطيع أن تقنع غيرها. لأن حضرتك تتكلم إقناع أبنائها، أحيانا في مشاكل كثيرة جدا بدها تقنع أبوها وأخوها وعمها وخالها والقبيلة كلها مشان هي تتزوج، علما بأنه القرار يخصها هي أولا. لكن أقرب المقربين هم الأبناء، وخاصة عندما يكونوا مراهقين، المراهق لديه نشاط وثورة وعلى أساس أنه أفكاره هي الصح، بالجلوس بالنقاش بالحوار، تعال يا ابني أنه أنا بدي أتجوز لأنه أنا اللي بدي أتجوز أصلاً، لدي احتياجات نفسية وعاطفية وجسمية وكل هذه يجب. دكتورة لكن أنت شو بدك؟ أنا هقعد أقول له أنا عندي احتياجات فسيولوجية وعندي احتياجات نفسية وأكلم بدون تصريح تلميح، يعني أكيد هيفهم، إذا كان هو مش متقبل لأنه غيران عليا. تمام، لذلك أطمئنه، يعني هنا موضوع الأمان، هذا المراهق أو حتى الطفل الصغير لديه خوف من أن يفقد أمه، يفقد حنان، يفقد الحب، يفقد، فكل هذه الأمور طمئنيه أولا. مرحلة المراهقة الموضوع مش بيبقى مجرد أمان، ساعات كتير بيقول لك إيه المجتمع اللي حواليا هيبصوا لي إن أمك إيه، أمك دي اللي راح تتجوز واحد تاني، لا طبعا ما تتجوزيش وخليكي قاعدة جنبينا، أو ممكن بعض المراهقين يصفوا أمهم بأوصاف مش كويسة، يقعدوا يقولوا أنت ست مش مؤدبة، أنت ست مش محترمة، طالما عايزة تتجوزي تاني. في الموضوع ساعات بيبقى ثورة عارمة. طبيعي، عملية الإقناع لما نتكلم النقاش والإقناع، أول شيء من وجهة نظر الدينية، يعني يعطى أمثال كثيرة جدا، أمنا أم سلمة كانت لديها أولاد كبار وتزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم، وجميع زوجاته عدا عائشة رضي الله عنها لم يكن أبكارا، ولكن إما تكون أرملة أو مطلقة، وليس عيبا في هذا، بالعكس في كثير من الصحابيات تزوجت بالتتالي اثنان وثلاثة ووصلت إلى السبعة، ليس معيبا، ولكن مجتمعنا التقليدي الذي يحمل بعض الأفكار المتعفنة هو الذي فرض كثير من القيود. فعندما نتناقش مع المراهق، مراهق اليوم هو مراهق واعي، هو مراهق مطلع على العالم كله من خلال الانترنت، من خلال الثقافة، نناقشه من هذا النقطة لأنه هو يعتبر متحرر. فموضوع عيب ليس بعيبا أصلا، حرام ليس بحرام أصلا، ولكن هناك ربما هذا المراهق أناني من ناحية معينة، أو ربما كما قلت أن هناك بعض الأشخاص السيئين بالخارج. إذا بدنا نسمع الأشخاص السيئين بالخارج ما رح نعرف، لا
ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نسوي أي شيء، لأن نكون نحن عبارة عن صدى وإمعة لقرارات الآخرين. فبخلال النقاش هذا أولاً، لكن قبل النقاش أن تفهمه أمه أن اتخذت القرار وانتهيت، لنتناقش ما بعد اتخاذ القرار. انتهيت بس كده مش انتهيت إجباري. إجباري؟ لأنه غدا يعني أنت هتقبل الراجل ده اللي هيجي يعيش معانا، أو أنا هروح أخدكم ونروح نعيش معاه إجباري؟ من النقطة دي مستحيل تبقى إجباري. نحن سنتناقش على التفاصيل، إذا ما بدك تقابله عندك غرفتك لحالة أو غرفتكم لحالة أو القسم اللي خاص فيكم، لا تحتكوا معه على الأقل بالمرحلة الأولى يعني إقناعهم. إزاي تبقى حرب؟ تبقى ليس مش جوازة يعني بالشكل ده. ليس بحرب، ولكن أستاذة سنين أنت تتكلمين على مراهق ربما عمره 14 13 14 15 سنة غير قادر على اتخاذ بعض قرارات البسيطة التي تخصه، شو نوع القميص اللي يلبسه. دكتور مش من الأفضل إن احنا ندخل الشخص دوت للطفل من البداية يحبه الأول وبعدين نقول له إن هاي مرحلة لاحقة، هيبقى دي مرحلة لاحقة. صدقتي مش الأول يحبه وبعدين نقول له ده هيبقى زوج ماما، فبالتالي يبقى خلاص دوبنا الجليد اللي في الأول وقللنا الصدام اللي هيحصل. احنا لو رجعنا الآن تكلمين طفل، المراهق أقسى وأصعب، الطفل سهل يعني جدا يمكن ان نقوم بها. المرحله دي مفيش قبلها بقى، اقصد يحبه الاول، يحبه كطفل. يعني هو المراهق ده شخص عدواني ما بيضحكش عليه شويه زي الاولاد الصغيرين، بيبقى صعب يا تسنيم ان انت تقنعيه. المراهق غير، المراهق غالبا هو معارض لكل الافكار اللي حوله بالمجتمع، وبالتالي مناقشته من خلال الفكر واقناعه والوصول الى حلول من الناحيه الدينيه الشرعيه، من الناحيه العلميه، من الناحيه النفسيه، اذا كان ناضج هذا المراهق، واطمئنه بانه انت مش حينقصك لا امور ماديه ولا معنويه ولا كلها ستكون بهذا النقاش هذا اولا. ثانيا انا ساناقش مع الزوج نفسه، لانه الزوج من ضمن التحديات الزوج الجديد بالزبط. هناك مسؤوليات كبيره، هناك دوره اللي حيكون هل سيكون مش الموضوع مش بينتهي بس عند حد الاقتناع، يجب على هذه الامور بالظبط. الحقيقه المساله ليها ابعاد ثانيه محتاجه نخصص ليها حلقه ثانيه ونستكمل فيها الحوار والنقاش مع حضرتك، ولكن بنشكرك شكرا جزيلا على نصائحك الطيبه دكتور محمود الحسن استشاري الاسري والتربوي، شكرا جزيلا لك شرفتنا وانستنا.